افهم تنازل و... وانت تعتقد معاوية انه الشخص فاجر وملعون. فاجر ملعون. قلت لك فلماذا تنازل؟ انت قلت لي تنازل عشان حقنا لدماء المسلمين. ليش بعد تتبوأ بس خلاص؟ فلماذا علي تقاتل؟ فلماذا علي قتلهم؟ فلماذا علي قاتلهم؟ فلماذا علي لم يسوي؟ فلماذا علي لم يسوي؟ علي فرق بين الحسن وعلي ابن ابي طالب. علي اجتمعت اغلبيه الامه عليه، فهمت؟ كمان حسن؟ لا الحسن لا، الامه اجتمعت عليه. الامه اجتمعت عليه. اجتمعت عليه اهل المدينه واهل مكه. اما الاغلبيه بايعت. لا 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 لا، الاغلبيه مع معاويه. لا كلامك باطل. لا مو باطل. حسن والأمة كانت مجتمعة عليه عندهم. حسن الأمة كانت لا تشت... لا كانت لا اجتمعت لا عليه. لا لا لا، والله قليل أكيد. قليل قليل والله قليل أكيد. قليل. فلماذا تنازل؟ لو رأى أغلبية المسلمين معاه، لا والله يضغط على معاوية ويقطع راسه. بس شنو؟ شاف معاوية عنده جيش أكبر من المسلمين اللي موجودين بمكة والمدينة. حقنا لدماء المسلمين، تنازل وبشروط، ومنها من هاي الشروط منها انه الخلافة لا تورث، ومن ورث الخلافة معاوية لعنة الله عليه في الدنيا والآخرة. كما انت يزيد تقول يزيد باطل. ما يخالف. يزيد ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ الرسول قال ليس المؤمن اللعان. لا رب العالمين ليس المؤمن ليس المؤمن اللعان. لا لي هو يلعن. يعني لعد روح قل للرب العالمين. لا لا انت ما تؤمن احد. انت تقرأ القرآن؟ انا اقرأ القرآن. ماذا يقول رب العالمين؟ حفظت القرآن. عليهم لعنة الله. وين قال الله عليهم لعنة المعاوية لعنة الله؟ يعني على المعاوية. وين الحديث؟ يعني اللي يحط لك معاوية. انت قلت لي بالقرآن حبيبي عليهم لعنة الله. بالقرآن موجود. ما معنى السياق؟ رب العالمين ما معنى السياق؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. الآية السياق هم الكفار. وانت قلت لي معاوية هو شخص مؤمن. كلامك يتناقض. ليش كلامك يتناقض؟ انا شو قلت مؤمن؟ هو قال لي يا اخي انت باع ما طول تكذب. باوع سمعت صح. ليش تكذب حبيبي؟ كاميرا موجوده بابا. كاميرا مسلم. موجوده تكذب. عيب عيب. لا تصير مثل جدك. وهاي ثلاث كاميرات. انا قلت لك معاويه فاجر مسلم. وين صح. قلت لك مؤمن. وشنو المسلم يعني مؤمن؟ مسلم معاويه مسلم. يعني المسلم كلهم مؤمنين. مسلم فاجر صح. اي فاجر شارب مسلم فاجر ملعون. اه صح. وش وقع لحظه؟ وين المؤمن؟ السياق وين الآية المؤمن قرأت. وين المؤمن الآية؟ وين قلت لك مؤمن؟ الايه الذي قرات علي. ليش قلت لك انت قرات علي؟ قلت لي علي لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين. السياق هذه الآية السياق هذه الآية قال الله إيش؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. وهل مات معاوية على دين غير الإسلام؟ هو يعتقد معاوية أنه مسلم. وكيف تقول لعنة الله على المعاوية؟ اسمع اسمع تعرف كلامك يتناقض. عالمك النسائي تعرف شو يقول؟ النسائي تعرفه لو لا؟ قالوا له لماذا تكتب بحق علي بن أبي طالب؟ قال لا ألا تكتب على معاوية، لازم تكتب على معاوية. قال والله ما أعرف أي شيء عن معاوية إلا قال له رسول الله لا أشبع الله لك بطنا. وصدق مات سمين. وهو يقول ربي والله ما أعرف شنو ألقاك إلا أني لا أشرك بك شيئا. هاي بس هاي الحسنة الوحدة عنده. يقول أنا ما أشرك. هو يقول هو يقول ابنه ماذا فعل؟ اعترف ابنه ماذا فعل؟ ورث الخلافة. اللي ما جرى بين اللي ما جرى بين الصحابة أنا أسكت. هاي أنا أسكت. ما جرى بين الصحابة أسكت. لا شنو ما جرى بين الصحابة؟ علي معصوم صح؟ إيه معصوم طبعا. ما جرى بين الصحابة. فتح الله يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية يزيد بن معاوية الخليفة مالته استباح الكعبة. استباح الكعبة وضرب الكعبة بالمنجنيق. استباح المدينة وقتل الصحابة وقتل الحسين وآل بيت رسول الله. وهاي هاي بشهادة علمائك. هل عندك الدليل إذا قتلت مسلما بالقطع انت كافر؟ انت سيد النبي موسى قتل شخص. والله لحظه سيد النبي موسى قتل الشخص. معناه ان موسى كان غير مسلم. انه كان غير مسلم. لحظه شنو بالخطا؟ هل عندك الدليل في القران؟ هل عندك الدليل في القران اذا قتلت مسلما بالخطا ولا بالعمد وانت تعتقد قتل المسلم حرام وقتلته وانت كافر؟
هل أنت كافر إذا قتلت مسلم؟ وهل تكون كافر إذا قتلت مسلما؟ وأنت تعتقد الفعل الذي فعلته حرام؟ قتل مسلم أقول له حرب حرب. أعطيني دليل. المدينة. عندك الأدلة. لا عندك أدلة. شنو؟ حيث قال الله إذا قتلت مسلم إنسان مسلم أنت كافر. هشرحت للقرآن. وين الدليل؟ أنت رحت للقرآن. وين الدليل؟ رحت للقرآن. عندك الدليل؟ يعني بس يثبت لي. عندك الدليل؟ يزيد استباح الكعبة ولا لا؟ علي استباح الدماء من علي قتل كم رجع علي ابن علي لحظه لما كان ابو بكر عمر وعثمان امراء المؤمنين فتح الله على ايديهم فتوحات الاسلام اعز الله الاسلام والمسلمين ولما سار علي امير المؤمنين تفرغت الامم وتقاتلت فأي رحمة حصلت من ولاية المعصوم إذا قلنا أن علي كان معصوم طبعاً إحنا شريد من وهذا مخالف لعصمة إحنا شريد من الأمة وهذا مخالف لعصمة تتبع الله ورسوله الأمة ما اتبعت لا الله ولا رسوله إنما وليكم الله ها هذه الآية للمسلمين لحظة إنما وليكم الله ورسوله وأولي الأمر منكم والرسول يقول الله ولي وأنا ولي المسلمين فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه الأمة ما اجتمعت على علي بن أبي طالب فلماذا بايع علي فلماذا بايع فلماذا بايع مع علي شنو يعني علي مراد لحظة ما كلمة لحظة الآية القرآنية ايش تقول تخيل إنما وليكم الله ورسوله وأولي الأمر منكم الحديث النبوي شنو وين قال وأولي الأمر ولي الله جيب له الامر يقرأ القرآن ليش تقول عشان كذا انا ورجعت قلت حديث عشان كذا علي بايع مع ابو بكر يقول الرسول يقول انت تكلمني تكلم معي مش هو وانا ولي المسلمين فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اذا الامه بايعت علي بن ابي طالب فلماذا اخوي الرحله خلي ما تكلمه انا اكلمه انت جاوبني فلماذا بايع علي مع ابو بكر وعمر وانت تقول لي الامير هو ولي الله صح هو ولي الله وابو بكر كان من كان من امير المؤمنين وعلي بايع معناه ايش ابو بكر كان ولي الله كلامه بحسب كلامه ابو بكر هو ولي الله ليش الامير هو ولي الله لا بحسب كلامه بايع فلماذا بايع علي مع عندك البخاري ومسلم فلماذا بايع ابي طالب لماذا بايع ما بايع مكره بايع مكره اي عنده مكره خلنا نكمل وين علي قال صح بايعته موجود وانا مكره موجوده وين جيب ما فيش في كتب الشيعة علي ما قال ولا شيء لحظه لما مات ابو بكر لحظه اخويا خلينا نتكلم ابو بكر الخليفه اخويا بالله عليك الرسول ميت علي بن ابي طالب والعباس يقولون الرسول وصلوا عليه وابو بكر الخليفه انا احكيه من مش انت صح الخليفه انا اكلمه الخليفه هذا اللي يقول علي بعدين تكلمه بشقيفه بني ساعد انت خلى جابك ما تخليني عليك. ما تخليني بس تحكي انت ما تجاوبني انا جابك ما تخليني جاوبت وصيه رسول الله لعلي بن ابي طالب وصيه رسول الله لا تقاتلهم على الخلاف لا تقاتلهم على الخلاف لا تقاتلهم على الخلاف لا لا تقاتلهم على الخلاف لا تقاتلهم على الخلاف وصيه وبعدين بايع 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 مكره شنو بايع مكره مكره جنك حديث عندك اكو حديث كان علي عاجز لا اذا قلنا علي كان عاجز فالعاجز لا يصلح للامامه واذا قلنا كان خائف واذا قلنا كان يستطيع فاذا علي يكون خائف فالخائن لا يكون لا يصلح للإمامة. ما رأيك؟ كلامك يتناقض. أنت وحدك يتناقض. تحط كلامي. أنت تقول لي علي معصوم. بايع مع الشخص. أنت ليش وحدك الصف؟ ملعون فاجر. ليش؟ بابا ليش وحدك الصف؟ ليش؟ أنت ليش تسأل وتجاوب نفسك؟ جاوب. يا أخي لا تصير مثل علمائك الفشلة. جاوب. لا تصير لأن أنتوا فشلة. جاوب. فشلة والله فشلة. جاوب. من كبيركم لصغيركم فاشلين ما عندكم كذا. جاوب. جاوبك؟ اسكت بس تسكت.
اذا ما سكتت افلش لك الكاميرات. اسكت. حلو. علي بن ابي طالب تنازل عن الخلافه مكرم. جميل. ولديه وصيه من رسول الله لا يقاتلهم على الخلافه. جميل. فاطمه الزهراء بابا فاطمه الزهراء ماتت وهي واجده على ابي بكر وعمر ودفنت سرا. جميل. وعمر بن الخطاب ماذا فعل؟ قال يا علي لماذا تدفن فاطمه الزهراء سرا؟ والله لنا سوالها 40 قبر بالبقيع، والله لننبش القبور ونصلي عليها. واتى علي بن ابي طالب، اجتمع القوم عند مقبره البقيع. جميل. اتى علي بن ابي طالب والعباس كان موجود، عم النبي موجود. اتى علي ابن ابي طالب وذي الفقار معه وقال قال للمسلمين الموجودين اما على الخلافه فلدي وصيه من رسول الله، واما عن قبر فاطمه والله ليس لدي وصيه. اللي ينبش اي قبر من القبور اقطع روسكم. هاي بالعربي الفصيح، لان لا انت لا ابن الخطاب ولا ابن ابو قحافه تعلمون الدين، روسكم اقطعها. من يوقف قدام علي بن ابي طالب ويطالب يسوي نفسه بطل صنديد بذاك الزمن؟ من يوقف بوجهه؟ اعطيني خلفائك الراشدين قتلوا لهم بطل من ابطال العرب، ماكو، بس علي بن ابي طالب. علي هو كان رجل بطل. اي طبعا انت فلماذا كان ضدهم؟ فلماذا بايعهم؟ والرجل السهم بطل. ما فهمت. لا هو رجل السهم. لديه وصيه من رسول وصيه من رسول الله. انت ما عدا خلفائك يخالفون رسول الله، فعلي بن ابي طالب ما يخالف رسول الله ابدا جمله وتفصيلا. انت تقول لي لديه وصيه. لديه وصيه. انت قلت لي الولاة الأمور من هم؟ ولي الله. وأبو بكر كان من أمراء المسلمين. لا مو ولي الله. كلامك يتناقض. أنا أمشي لأجل ذلك بايع علي مع أبو بكر وعمر. أنت تأخذ من القرآن والرسول. أنت تعتقد علي؟ لا ما أعتقد. أنا ما أمشي باعتقادات وتفكير جاهل. أنا أمشي قرآن ورسول. إذا أنت تمشي قرآن ورسول. قرآن أكيد. أكيد طبعا. أكيد. القرآن شو يقول؟ من صاحب الرسول في القرآن؟ يلا تفضل. بس من صاحب الرسول في القرآن؟ صاحب القرآن شو يقول لك؟ من هو صاحب الرسول في القرآن؟ اعطيني مجال. اعطيني مجال. ما علي بهاي. من صاحب الرسول في القرآن؟ يا اخي اعطيني مجال خلي اكمل. ما اقول لك اسكت اسكت. القرآن شو يقول؟ القرآن شو يقول؟ انما وليكم الله ورسوله واولي الامر منكم. الحديث النبوي شو يقول؟ اولي الامر منكم. اي الحديث النبوي شو يقول؟ الرسول ايش قال؟ الله ولي وانا ولي المسلمين، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اذا انت تريد تخالف الرسول هذا شيء راجع لك الى جهنم وبئس المصير. انت قلت لي الامير هو ولي. انت قلت لي الامير هو ولي الله. لا ابو بكر كان. ما قلت الامير. انت قلت لي انت وحدك تكذب. ما قلت الامير. الحين قلت لي. ما قلت لك حبيبي. سبحان الله. ما قلت لك. قلت لك من رب العالمين جاي يقرا لك ايه قرانيه تفهم عربي. من هو؟ ابو بكر كان امير. حبيبي ابو بكر. ابو بكر تبايع. لا كان ابو بكر امير المؤمنين. مو امير المؤمنين. فلماذا امير الكفار؟ لحظه امير الكفار. شنو هاي الاسئله التالية؟ امير الكفار. شنو هاي الاسئله؟ انت قلت لي ما كان امير المؤمنين. لحظه اخويا القرانيه بس انا رايح. ممكن اكلمك؟ ممكن اكلمك؟ من يقصد؟ انت شو جاي تخالف الرسول؟ الله اخي. لا شنو؟ لا لا اخي خليني اكلمه. انت قلت لي ابو بكر ما كان امير المؤمنين صح؟ وكان ابو بكر امير الكفار. امير الضالين. امير الضالين. بعدين علي بايع مع الشخص غير انسان مش كويس. انسان ملعون. انسان صرنا ساعه نناقش به. ضالين. صرنا ساعه نناقش به. ابو بكر بايع مع الشخص. ما يفهم. يا الله ما يفهم. يا اخي انت منو علمك عربي؟ منو علمك عربي؟ يتناقض. هو يقول لي ابو بكر جاي تناقض رسول الله. كان امير الضالين. جاي تناقض رسول الله. وعلي بايع مع ابو بكر. معناه ايش؟ علي كان ضال. زين لحظة اجيب لك آية قرآنية. علي كان ضال. يا أيها الرسول. من هو صاحب الرسول؟ لحظة اسكت الغار ترى صمتتني صمت بالغار. من هو صاحب الرسول؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل كأنك ما بلغت رسالته. والله بعضول المؤمنين اللي سميهم الله سماهم والله يعصمك من الناس، سماهم ناس وهم
راجعين من الحج، سماهم ناس. ليش ناس. سماهم ناس؟ إيه؟ الله يعصمك من الناس. هم راجعين من الحج. ما معنى والله يعصمك يعني. من الناس؟ ليش ما سماهم انت ما تفهم هذه السياق هذه الآية. اعطيني مجال. والله يعصمك من الناس. اي شنو يعني؟ شنو الناس؟ من الناس. ليش ما سماهم مؤمنين؟ من الناس حتى يبلغ لا لا لا. الرسالة. إيه والله يعصمك. كان يعصمك. شنو بلغ ورا الآية القرآنية؟ حتى يبلغ الرسالة. شنو بلغ ورا الآية القرآنية؟ شنو بلغ؟ عندك حديث حيث قال علي أنا اللي أولي المسلمين، أنا اللي أوصى الرسول، أنا اللي أنا الذي أوصى الرسول. علي بن أبي طالب قال على رؤوس الأشهاد كلهم، فلماذا وخرج 13 بدري؟ قال وين الحديث؟ الحديث موجود. قال لي علي بن أبي طالب قال. إذا علي سوى غلط بس. ليش؟ غلط عشان نتنازل الخلافة لأبو بكر. وهو يعلم أنه كان. إذا أنت عندك الرسول يغلط. الله من فوق استغفر الله نصب رسول أمه وأبوه كفار. أنت تقول لي أو علي ما تقول لي مين أجيب لك. أنت عندك تعب. لا أنت كلامك مدلل. أنت هسه إذا أقول لك قال الرسول تقول لي كذاب. إذا أقول لك قال ابن تيمية أنا أقول لك صدق. والله صدق. أنا أقول لك أتحداك إذا تقول لي أحاديث باطل في كتب الشيعة. شنو حديث باطل؟ أنت تقول لي الأمير هو ولي الله. يا أمير ما بابا. علي بايع مع أبو بكر. وقلت لي منو أبو قال بكر أمير؟ كان أمير الضالين. منو قال أمير؟ وكيف بايع علي مع شخص أنه ضال؟ يا أخي مو كاميرات السجل. كلامك يتناقض. وعرب يفهمون اللغة. هو يقول لي علي كان معصوم. يعني عيب عليك تطلع كذاب قدام الناس. لا يا أخي كلامك يتناقض. عيب تطلع كذاب ثلاث كاميرات. كلامك يتناقض. بابا تطلع كذاب وحاش كبرها. كلامك يتناقض. هاي تلقط تلقط. صار لك ساعة تكذب. لك ما بيزعل الله وكرم جو. علي عنده أولاد. شنو أولاد؟ سماهم أبو بكر عمر وعثمان. حلو. البغض. إذا قلنا علي وعلى القياس مع الأطفال. لا في كتب الشيعة. لماذا لم يوقف؟ لماذا لم يسمي أبو بكر وعمر على أساس ما علي بن أبي طالب والحسن والحسين؟ في كتب الشيعة. فلماذا؟ هم يقولون علي كان يكره أبو بكر وعمر وعثمان. إذا علي كان يكره أبو بكر وعمر وعثمان فلماذا سمى أولاده أبو بكر وعمر وعثمان؟ إذا علي كان يكره وضد وكان ضد أبو بكر وعثمان. كلامكم يتناقض. الشيعة بس ضد أبو بكر وعمر وعثمان. أبي طالب يحب أبو بكر وعمر. جميل. صح. صحيح. زين ابو بكر وعمر يحبون علي بن ابي طالب. ايوه. ليش ما سموا اولادهم؟ ليش أو عمر؟ هاي النظريه مالتك الفاشله. عمر قال انت نائب بعدي في المدينه. شنو يعني عمر عندما لا جاوبنا على سؤالي. جاوب على سؤالي البسيط. بسيط جاوبت. لماذا لم يسمي ابو بكر او عمر بن الخطاب اسماءهم على الحسن والحسين او علي بن ابي طالب؟ انا جاوبت. اذا هذا مقياسك الفاشل مال الاطفال جاوبني. خلي اجاوب. يلا انا قلت لك عمر ما كان يكره علي. لماذا لم يسمي؟ خليني احكي لك. الدليل هو علي قال عمر قال لعلي انت نائب بعدي في المدينة. هو كان نائب المدينة. شنو هو كان وين جاء؟ ونجد أن عمر يولي المدينة. لماذا لم جاء جوابك؟ سؤال صريح. لماذا لم يسمي أبو بكر أو عمر بن الخطاب أسماءهم على الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب؟ أنا قلت لك أعطيتك الدليل. عمر ما كان يكره علي. إذا قلنا عمر كان يكره علي فكيف عمر يقول علي أنت نائب بعدي في المدينة؟ مستحيل. صح. مستحيل. جاوبتني ما جاوبت. هي هاي يعني جاوبت. علي ولا عمر ولا علي بن ابي طالب بالمدينه هذا جواب؟ علي. هذا جواب. نجد ان عمر يولي المدينه علي. اكو حديث انت هسه اكو حديث وين يكره عمر علي؟ اكو حديث ما يكره عمر بن الخطاب يقول لعلي بن ابي طالب وهاي بكتبك ارايتني كاذبا غادرا خائنا. انا قلت لك علي كان غدير. لا مو انت عمر بن الخطاب يقول لعلي بن ابي طالب هذا بكتبه ارايتني كاذبا خائنا غادرا
شنو معناها؟ شو أنت شوفها؟ شو الجواب؟ شو الجواب؟ شو الجواب علي؟ عمر عمر. لا أنت قلت لي. موجود. لا أنت قلت لي بكلامك. لا كلامك لا أنت كلامك. عمر قال العلي بن أبي طالب وهاي بكتبك أرأيتني كاذبا غادرا خائنا. فماذا جواب علي؟ فماذا جواب علي بعدما عمر سأل؟ جاوب التقارير. فماذا سأل؟ فماذا جواب؟ قال نعم. نعم. سبحان الله. في كتب السنة. في كتب السنة. كتب السنة. كلامك باطل. طلع. سبحان الله. لا لا لا. في كتبك والله. خليه. أنت تكذب في كتبي. إيه. اتصل لك ساعة. جيب الحمد لله ثلاث. جيب جيب موجود. جيب الحديث. جيب الحديث. طلع. جيب طلع. أنت طال روح درسه. لا ما فيش حديث مثل كذا. والله. إلا لله هو قال لي. قال عمر لعلي أرأيتني أنا غدير كاذب خائن فقال لي علي قال نعم شوف هذا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يسامحك الله يسامحك روح روح الله يسامحك روح روح أنا أسألك أنا أسألك تلقاك أكثر من طريق أنا أسألك وهل تعتقد أن حسن وهل تعتقد أن حسن كان من المعصوم معصوم صح وصلي ساعة أقول لك معصوم معصوم صح إي معصوم فلماذا استمر فلا لا فلماذا انقطعت الإمامة من أولاد حسن واستمرت الإمارة من أولاد الحسين هاي مشيئة الله حسن حسن مشيئة الله مشيئة الله أنتم كلامكم يتناقض ليش حسن كان معصوم يا أخي حسين كان معصوم المسلم ياخذ من كتاب الله ورسوله انا اجيب له من كتاب الله ورسوله هو يجيب لي من العقل يا اخي انا شياك عقليات سؤال بسيط تعتقد انا ما استخدمت اسلوبك السني استخدمت اسلوبك ما جاوبت علي ما جاوبت استخدمت اسلوبك هذا العقلي استخدمت انا احكي القران وحديث نبوي ما استخدمت اسلوبك العقلي لماذا وهذا ما ادري شنو سؤال بسيط انت ضد حسن انت تكره حسن الشيعة تكره حسن ابوي اسمه حسن حسن لاجل كذا انقطعت الامامة من اولاد حسن وانتم تقولون السني يكرهون حسن وحسين انت مو تكره فلماذا استمرت الامامة امارة من اولاد حسين وانقطعت من اولاد حسن فلماذا كلامكم يتناقض حسن من اهل بيت وحسين لحظة يا اخوي لحظة بالله والله ما سؤال هنا انتم ضد حسن وحسين سؤال بسيط اي سؤال سؤال بسيط انت جبت ليها على المحبه وياك هسه قلت لي علي بن ابي طالب بشرفكم شاركوا علي بن ابي طالب سمى ابو بكر وعمر ايوه هاي هاي عندك دليل انه محبه فلماذا سؤال هذا عقلاني طبعا لا ديني أيوة ولا شيء أيوة فلماذا هاي راح عدت 20 مرة ريدك تجاوبنا عليه لماذا لم يسمي أبو بكر وعمر على أسماء علي بن أبي طالب أو الحسن والحسين يلا أريد عقلاني انت عقلاني. انت تريد جواب عقليا جواب عقليا انت تسألني اسئله عقلانيه جواب عقليا يصرح شو ايش أن عمر وأبو بكر كانوا يحبون علي صح؟ لماذا أنا أعطيتك دليل ثاني أنا أعطيتك لحظة وهو هاي عدة مقياس المحبة أنا أعطيتك الدليل أنا قلت لك نجد أخويا أنا أكلم مش ما أتكلم معه يكلمني بس أنت بدأت الكلام أنا قلت لك أنا أعطيتك دليل واضح يوضح أن عمر وأبو بكر كانوا يحبون علي لأجل ذلك نجد في كتب السنة والشيعة كمان حيث نجد أن عمر مولي مدينة علي يولي المدينة علي لا وشنو يعني ما حد يولي كان طفوا الكاميرات هذا ظل يخربط شدوه والله انتهى مفعوله انت اكسباير انا قلت لك شنو اللي ولى المدينة بابا نجد ان عمر كان يولي كان يولي انتهى مفعولكم نجد ان عمر كان يولي المدينة عليا اذا قلنا عمر كان يكره وين جاوب انت تجاوب لي انت تجاوب لي اسمها محبه
أي أنت جاوب لي. أنا جاوبت لك. وين الجواب؟ لحظة. أنا قلت له. جنان الأحمر. لا. أنا قلت له إذا عمر وأبو بكر كانوا يكرهون أبو علي. نجد أن عمر يولي الخليفة المدينة علي. معناه هذا يصرح يوضح إيش؟ عمر ما كان يكره علي. إذا كان يكره مستحيل عمر يقول كذا. أنت مية مية. جاوبت. جاوبت. أنتم تكرهون حسن وعلي وحسين. تعرف ليش؟ علي ما كان يكره أبو بكر وعمر. علي أجل ذلك سمى أولاده أبو بكر وعمر عثمان. موسى الكاذب من الأئمة الاثنى عشرية. عنده بنت. سمى ابنته إيش؟ عائشة. مستحيل كذا. علي لما علي عندما كان علي يولي الخلافة إيش؟ أبو بكر دفن عند قبر النبي وعمر دفن عند قبر النبي. آه رجعنا للمقاييس. وهو عثمان. وهو يقول لي. وهو يقول لي. وهو يقول لي. وهو يقول لي علي معصوم. وهل يكون هذا من معصوم؟ يقول اسمع أبو بكر وعمر كاذبان آثمان غادران خائنان كما في صحيح مسلم. آه كتب ويب سايت. لحظة جيب الويب سايت. لحظة خلي أرويك أنا ويب سايت. جيب ويب سايت. سبحان الله ويب سايت حق بتاع الشيعة. والله كاتبين صحيح مسلم يا بتاع الشيعة كتبوا صحيح مسلم. والله بصحيح مسلم يا بشر. ويب سايت ويب سايت ويب سايت لا ويب سايت ده ويب سايت. ويب سايت. لحظة. ما أنت مو تريده من كتب السنة. أريد أطلع لك إياه من صحيح. أنت كذاب. بالله عليك خاف ربك. خاف ربك. أنت قلت لي علي كان ملعون. كان ملعون. فاجر. وقال لي أبو بكر كان أمير الضالين. وإيش؟ علي بايع مع أمير الضالين. وهذا يخالف القوم. وهذا مخالف لعصمتي. علي ما كان معصوم. كان يخطئ. كلامكم يتناقض. والرسول. قالوا أن أبو بكر والرسول. رفض ميراث. أن أبو بكر رفض حق فاطمة. في كتب الشيعة أن كلين بوب باب أن النساء لا يرثن من العقار شيء. وهذا الحديث في كتب الشيعة. لحظة ارجع على جعفر. ارجع على الكاميرا خلنا نطلعك شباب. ارجع جعفر. ارجع على الكاميرا. ان النساء لا يجبت هذا الموضوع. العقاري. الرسول قال الرسول الرسول قال شنو الحديث شنو الحديث الرسول شنو قال شوف الحديث شنو الرسول ما عشر الانبياء لا نور لا نور جميل زين انت لا هو الحديث عن منو في كتب الشيعة كمان الحديث عن منو في كتب الشيعة الحديث عن منو في كتب الشيعة الحديث نفس الحديث في كتب الشيعة من رواه من رواه نفس الحديث في كتب الشيعة من رواه في صحيح البخاري ابو بكر في صحيح البخاري ابو بكر ايوه ابو بكر ايوه مو هسه احنا نصدق ابو بكر لو نصدق كتاب الله في كتب الشيعة كمان في كتب الشيعة ابو بكر يكذب عن الرسول احنا شو نسوي له شو نسوي في كتب الشيعة شو نسوي كلين كليني في كتب الشيعة مكتوب في كتب الشيعة قال باب بوب أن النساء لا يرثن من العقار ولا من الأرض شيئا في كتب الشيعة حلو الأنبياء سؤال وهل يكذب ما يخالف وياك وهل يكذب كليني لا يكذب أبو بكر وهل يكذب كليني يكذب شنو الكليني كليني قال نفس الشيء شنو الكليني كليني قال نفس الكلام هسه أوكي سؤالي إلك سؤالي هل الأنبياء يورثون أم لا يورثون لا يورثون الرسول قال لا نورث لا نورث نرث ولا نورث ما تركناه صدقة للمسلمين في كتب الشيعة كليني قال كذا لحظة في كتب الشيعة بس خلنا كمل وجاوبتني شكرا لك زين شلون اندفن ابو بكر وعمر وهم الانبياء لا يورثون دفن عند قبر النبي وهذا ارض مخصوبة لا نورث احنا ما نورث هذا مش هاي مو ورث هذا مش من الارث شنو القبر مش من الارث لا بيته لا اله الا الله بيته مو بيته القبر مش من الارث وين مدفون النبي في حجرته حلو هو شو يقول جميل عائشة رضي الله عنها ايش قال قال نحن معاشر الانبياء لا نورث جميل ابو بكر ورث هل ورث ابو بكر شيء ابو بكر مات اترك ابو بكر شخص انسان لا تهرب لا تهرب جاي احكي أيوة. لا تهرب دير بالك تهرب أيوة. حلو اي لان كذب كذب وهي ثلاث كاميرا قلت نحن معاشر الانبياء لا نورث جميل أيوة. جميل أيوة. شلون تورث عائشه ودفنت ابو بكر وعمر علي كان حيا
ولماذا علي لم يقل جاب علي ليش انت تهم علي شلون انت قلت لي علي كان معصوم وكيف رضي علي انا من ابو بكر يا ناس ان يدخل ابو بكر وعمر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مش من الارث يا مش القبر مش من الارث بابا بيته بيته كيف الشخص بيته يرث من الرسول شيء بيتزوجته والورث ابو بكر من الرسول لحظه اذا تورث عائشه بالتعاوله بالتعاوله خليني اكلمها ايش تحسبها بالتعاوله كل مره تسوي بالتعاوله اي طبعا لان هي بس هي ورثه وين تروح تخرج برا لا تخرج تروح البيت لحظه انا اسالك جاوبني عدل اسالك جاوبني انت جاوبت انا ما مجاوبني كيف ورثت عائشه خليني اسالك كيف ورثت عائشه الدار يلا ليش ورثت ورثت ايش ورثت ايش هذا بيت الرسول ايوه اندفن فيه ايوه شلون تدفن ابو بكر وعمر معاه علي كان حي وكان رضي علي رجع على علي كان معصوم كيف رضي علي شخص معصوم يدفن أن يدفن أبو بكر وعمر عند قبر النبي وهل يكون هذا من المعصوم؟ معناته أبو بكر كان يخطئ قصدي علي كان يخطئ الجواب الشافي الآن هم وهل ورثت عائشة شيء؟ وهل ورثت عائشة شيء من الرسول؟ وهل ورث أبو بكر شيء من الرسول؟ لا خليني الشيعة ضد حسن الشيعة ضد حسن وحسين وعلي انت لحد الان ما تجاوب انا جاوبت وهل ورثت والله عائشه على روش الاشهر وهل ورثت عائشه من الرسول شيء وهل ورثت عائشه من الرسول شيء طبعا طبعا شلون تدفن ابوها عمر بن الخطاب استاذن عائشه يدفن في الحجره علي كان حيا وعلي رضي علي كان حي ويقول لك علي كان معصوم ليش ما يمشي يخرج ليش ما قامر علي عندما كان أوي أمير المؤمنين أخرجوا قبره أخرجوا قبر أبو بكر وأخرجوا قبر عمر ليه فلماذا علي لم يبين فلماذا علي لم يقول ولا شيء كلام الشيعة ضد كلام علي عشان أريد أفتهم هو قال الأنبياء لا يورثوا ما تركناه صدق صدق والله شو تقول ما يورثون ما يورثون زين حديثكم اثنينكم كاذب هو يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه هذا من قول ابو بكر حلو في كتب الشيعه كمان ابو بكر يقول ان النساء لا يرثن من العقار ولا من الارض شيء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيء في كتب الشيعه كلي بوب باب والله راضي الله رضى عنهم لو كان الله ما راضي والله بيت يدفن وعلي ما يقبل وعلي ما يقبل انا جوبت وعلي ما كان يقبل والله راضي لحد الان ما جاوب وعلي ما كان يقبل والله لحد الان ما جاوب وهل ورث ابو بكر من الرسول شيء وهل ورث ابو عمر من الرسول شيء ما في شيء عائلته حتى في كتب الشيعه باب ان النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيء وهذا الحديث روي في كتب الشيعة صاحب اسمه ابن ابي جعفر في كتب الشيعة كلين وين الان ما ورث ولا شيء والله ما الله الله عز وجل راضي على عمر يلا شو يعني هذا لهم انبياء جايب له حديث ابو بكر يفضل عن القران الكريم والله انا اقول لك الشيعه بس ابو حديث اسكت اسكت الذين يكرهون ابو بكر حديث ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ما فيش مشاكل بين علي وعمر وعثمان وعلي علي لما استلم الولايه كلهم مع بعض كانوا اصدقاء كانوا يحبون مع بعض لاجل ذلك سمى ابنته واولاده او علي ابو بكر عمر وعثمان وتزوج ابنه وتزوج ابنته وتزوج من عمر في كتب الشيعة وأين يكره علي وأين يكره عمر علي
إذا عمر كان يكره علي حديث له ما يتزوج ابنة علي مستحيل الكلام يتناقض. إذا قلنا إذا قلنا أن علي كان معصوم وقال لي أبو بكر كان أمير الضالين وقال لي أبو بكر بايع علي بايع مع أبو بكر وعمر وعثمان ومع ذلك يعتقد أنهم كانوا أمراء الضالين معناه علي كان من الضالين وهذا مخالف لعصمتي والرسول كان يخطئ قال لي علي كان معصوم والله قال للرسول عفى الله عنك لما أذنت له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إذا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إذا قلنا علي الرسول أفضل من علي والله قال الله للرسول ما إيش واستغفر لذنبك عفى الله عنك لما أذنت له الله يقول لنا إيش يخبرنا أن رسول الله كان يخطئ فما بال علي مستحيل علي يكون معصوم إذا قلنا علي كان معصوم فلماذا بايع مع أمير كما قال أنه كان أمير الضالين ومع ذلك علي كان معصوم بايع مع أبو بكر وعمر كلامهم يتناقض معناه علي كان من الضالين وحديث الكساء اشتمل أربعة أنفس علي فاطمة حسن وحسين وإذا قلنا الرسول خامس صح خمسة أنفس خمسة أنفس بعدين هم يقولون الاثنى عشرية هم من الأئمة هم من المعصومين وفما هو الدليل على الإدخال غيرهم من وين جابوا موسى الكاذب محمد الباقر علي زيد العابدين علي الرضا علي الباقر موسى الهادي محمد الهادي علي الهادي قصدي من وين دخلوا فما هو الدليل على الإدخال غيرهم في التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قالوا الرسول قال سيكون بعد 12 الأئمة أمراء هذا مش 12 أمراء الأمراء هذا مش 12 من الأئمة في الشيعة من أبو بكر قالوا لي الرسول قال كله من قريش أبو بكر كان من قريش عمر كان من قريش عثمان كان من قريش معاوية كان من قريش كلهم كانوا من قريش هم قالوا هذا الحديث يخص 12 الأئمة عند الشيعة كلامهم فاضي كلامهم يتناقض أنا قلت لهم فلماذا إذا أنتم تحبون حسن فلماذا استمرت الإمارة من أولاد حسين وانقطعت من أولاد حسن هم يكرهون حسن هذا الشيعة يكرهون حسن وقالوا لي أن معاوية ملعون فاجر ومع ذلك يعرفون يعتقدون أن حسن تنازل الخلافة لمعاوية وهم يعرفون وهم يقولون إيش معاوية ملعون فاجر إنسان فاجر ملعون ومع ذلك أن حسن بايع مع تنازل الخلافة لمعاوية وعنده وكانت الأمة استمعت على حسن وعنده قوة ذاك الوقت إذا قلنا كان عاجز فالعاجز لا يصلح للإمامة فالعاجز لا يصلح للإمامة وإذا قلنا علي وحسن كلهم تنازلوا بايعوا مع أبو بكر وعمر وعثمان إذا قلنا أنهم كانوا عاجزين فالعاجز لا يصلح للإمامة وإذا قلنا كانوا مقدورين على الخروج على أبو بكر وعمر وعثمان ومع ذلك نعتقد السنة عند أهل السنة والشيعة كلنا نعتقد أن علي كان بطل وكان رجل شجاع وكيف بايع مع الشخص يعتقدون أنه كان أمير الضالين هذا مخالف وهذا مخالف لعصمتهم أقول هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.